بلا تاريخ شعب بلا هوية. أكيد طبعا. فنحن عندنا تاريخ، إرث تاريخي قديم جدا جدا في التاريخ الحديث. لما قمنا في أكتوبر وقمنا في أبريل وجينا في الثورة دي، استشعرنا كل الإرث بتاعنا معانا، أخذناه معانا. يعني أغاني محجوب شريف كانت حاضرة بالضبط كده، كويس. حميد كان حاضر، حميد حاضر، أزهر، كويس، أزهر محمد علي أبدع. هذا الرجل هو يعني أيقونة الشباب الآن، أكيد. أيقونة المجتمع، يعني اللي هي دي الاستدامة اللي أنا بتكلم عنها. يعني محجوب شريف، حميد، القدال، كلهم كانوا حاضرين في هذا الزخم الثوري الكبير جدا جدا. ليه؟ لأنهم عبروا عن الميدان وعن المجتمع، ارتبطوا به ارتباط حقيقي غير بقية المثقفين. عندنا مثقفين زي ما قلت ظاهرة، عندهم الانكفاء الذاتي. يعني بتلقى عندك بعض الشعراء ظهروا في فترة معينة وتوقفوا، في هذه الثورة ما لقيناهم. طيب فعلا كلامك دي مؤشر طبعا جميل جدا، لأنه نحن في الشباب